شوف لي حل. ها ده لندن ابو هيا دخلوا دخلوا يا مرحبا ابو استاذي يا مرحبا هيا تفضل تفضل يعيشك ويزيد فضلك وانتي بنتي ربي يطيح بيك اللي يفهم كارك ايوه اوكي بدينا يعيشك بروفيسور والله حطينا حسبتك كيف بابا تسمع سي سليمان قد حسبتني كيبوها انا قلبي جون اكثر منها هي اما زايد مع اللي ما يفهمش الله التراث تراث سليمان صرحت انت زاده انا نحكي لك على الحاجه الفينو الضخامه وانت زاده يا استاذي ما اصلي على النبي وقول اللهم اني صائم والله تو انت جبت لي موضوع يا سليمان السنان رمضان تعبني لا ظهر ظهر تعرف اللي نحس في بدني تعب ساعة لساعة وتقوم في الليل باش نعمل كاشي يرجع فيها شوية الروح استاذي من طول اللي تبحر بوشتك سليمان انا تعرفني بتاع دويات كان حكيت على فيتامين سي هذا هاك اللي يتفيق وتنشط وزيد انت تتكيف زادة ياك هو عاد الموك بتاع النيكوتين والجوع ما عم يفشلوا زوز الله يهديك يا سليمان تو علاش تفكر فيا بالدخان شو والعزيمه العزيمه ويني يا ما عزيمه يا راجل الحكايه نتاع ممنوعات تعرف اللي انا في الفطار ساعه لساعه نجم نقعد نهار كامل ما نتكيفش ولا نتنرفز ولا ندخل بعض اما كي يولي ما عنديش الحق انا باش نتكيف وقت الدخان يولي فيه العسل ابو معناتها يولي دخان بالعسل هذا ما عادش بيب بعد استاذي ولا تشيشه جيك كوجيك قوم صباح الخير بربع ليت سي عصبه شتحكي مش تسمع فيه ليش متعيب شنو سرسد بوزيك مور كله مش خيرك قريب يطرشني بذنيا جاب ربي اخوي سليمان او دبر لي اللي يسميهم بول دو كسكيس وهذوما توا ما يسمعوش الشخير اسبوعي انت الشخير متاعك يوصل ويسمع حتى لو كان نسد وذنيا بالسيليكون وانت شبيك راقد لتوا مش قلت باش تقوم وتمشي تلوج على خدمه ها؟ اي اسبوعي خويا ما اليوم صبحت كاني تعب شويه لطف على اخويا لباس تحب نهزك المستوصف في الدورة لا انا مش لازم مستوصف لباس اي باهي شنو هو زاد وجنبك توجع فيك زعما بلاش منو شي قلت بالك لو كان نرجع نرقد شويه كان حسيت بروحي هكا مريضت ونجيك للبيرو ونزدي للتبي اي خير ساعد على روحك هكا وارجع ارقد فماش ما ترتاح سامك يا سامك ارجع ارقد اسبوعي عاش خويا كي تجي خارج ما تعملش حس اي
راني صعب الاسبوع. نسيت ما عطيتش الكاسكاس بتاعك. اش نعمل بيهم؟ ما دامك انت خارج باش نرتاح من شخيرك. هاي نستاهل. انا هو اللي نستاهل. باقي اش لازمني ندخل فيها في الجمعيه نتاعنا؟ يا استاذ يا استاذ، انا راى ان حاجه باهيه، او كونترير مراه معانا في النادي حاجه حلوه. دايو جو تروف كالي تري سامباتيك سيت دام. صحيح انا والاخوان الاعظام الاول كيف اللي وهقنا منها هكا الحكايه، بعد فيسع فيسع ما استانسنا. انا سيدي ما استانستش. هاي سيدي شوف شوف شنو اللي بعثت لي اهو كجواب مسوقر فيه الاقتراحات نتاعها هي للنادي نتاعنا احنا. ايه شيء طبيعي، ما هو حسب القانون الداخلي نتاع الجمعيه كل عضو عنده اقتراح يبعثوا برساله مضمونه الوصول. يا سليمان يا سليمان، رانا مستانسين اللي عنده اقتراح من لو خيال يقول هولي ليا انا، وانا نتبناه ونقترحه في جلسه من جلساتنا. في استاذ عدى امور شكليه هذيا، كما مازالت جديده ونافحه وتحب تطبق القانون تتو تستانس تتو تستانس وتتجاوز الامور الرسميه هذه كلها. لا يدور لك. تعرف شنو هو اول اقتراح طلعت به؟ لا تحب على جلسه عامه خارقه للعاده. انا ضحكوني الجلسات العامه الخارقه للعاده، تعنا ما عندناش نقدوا الجلسات العاديه. لا العذوه، حبنا نعملوا برنامج ثقافي ونكثروا في النشاط الانساني. تيتي ما قلتش الاقتراح الثالث نتاعها سيادتها. ملا قالت لك منه هكا، كل تظاهره يلزمنا نشاركوا فيها الازواج والزوجات. شنو ما فهمتكش؟ معناها يا سي سليمان منه هكا السهريات والحفلات مع انسانة. شنو هاك لي مسائل عاد؟ بربي قل لي وقتاش اللي ناوي تعملها الجلسه العامه الخارقه للعاده؟ قلت لك نهار السبت في الليل. تري تري بيان، تعملها الجلسه العامه الخارقه للعاده هذه وتو تعداو للتصويت. اما ما ظهر لي كان خيال الاعضاء يوافقوا على المقترح نتاعها. ولا عندك الحق، المراه هذه تعمل في عمال ماهوش نورمال بالكل. داير جو تروف كالي تري سانتيباتيك. ها مالا اليوم تطلب منها باش تجيبوا انسانه، وغدوة سيدي غدوة تنجم تقطعهم جملة واحدة السهريات هذول. الله يقطع دبرها ان شاء الله. تقطع السهريات، في السهريات هما الروح متاع نادي احباء فرايد. امي 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 بربي اختارني على هالفحجة من الباب للكوجينة. تي ميسيرش رفع روحك خليل كسبة ناشط وماكش دهش بالصيام. عليه ظهر علي حاجة والله صايم. شبيه في الدلد الفلسين قلت لك ماكش صايم. لا هو ماني جيد. سالو محمد شهر فضيل تكلم بالعربي. ايه يوم يامي على سلامتكم. سافنا تشبيك شبيك مبرقل تشبيك بربي شو مش كبرت شويه هكا وتبدلت تمشيش السيده تعمل خطبه قبلي زاد كبرت مادامها ما تعرفش طيب عندي انا ما كبرتش. اي بالحق بالحق اسمع روح احنا في صبرنا ما عندناش طفله ما تعرفش طيب. فين سليمان خارج على صبرنا مرته ما تعرفش طيب. تيكيكم عطاتيب نجم تعلموا حتى في جمعة. وعليش مش في الشهر هذا شهر الماكلة والتمخميخ؟ بيه عطاو نقول طنطون فوشي علمني طاتيب ما هو قاري الطبخ. فوجيكا فوجيكا كي نعرف طنطون أما ياسر طويلة هاكا فوشي خير. لا فوشي ولا شوشي بتخلي أمك يامك اللي طاتيب يعطيو به المثل من البلاد لتونس وتبع طاتيب رجال مليون. أنا وياك اليد باليد في الكوجينة. باهي يا أمي يامي أما ما نحبش كل المروقات والكساكس، نحب زيدا شوية كويزين فرانسيس. ما قلت الفرنسيس شيحة وبيسلة هزك الكتب بالبيت رخلت عليها الكوجينة. لازم 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 تشوحي ربي. Oh.
فوشيكا فوشيكا قوم فوشيكا يا براسمو قوم راهو عامل فيا. عامل فيك علاش؟ انت شعملت له؟ اش عندي باش نعمل له؟ هو في جرتي ما سمعش شدد لي قول يا خويا جاي تشكي لي راه تعمل لك انا بريش كي لامه امه وين نعرفها نمو يا اصبعي نكرت في يومك انت موك العاده برا قول لها اخويا سيمان راهو عامل فيا وهي تونشي معاك ظالم ولا حتى ظالم ياسر. يا ربي بريش نحكي انا سيدي خويا نحكي على الشيطان. شنو شيطان؟ ايه عشيطان الحقاني عرفتو. شنو عرفت اسبوعي توا بركة كان يكتب لي في السيناريو بتاع الحلم بتاعي. وانت شعبان معاك زاد حتى وكان بالسيف. الشيطان يا اسبوعي من اللي انت في القماطه هو يوكل فيك بالسيف. يا ابن فطرني وانا صايم. وانت ما كنتش بالعكسين. ايش يتمني نعمله؟ تعرفش تعمله اسبوعي؟ هو شافك شيطان وانت داخل 100%. مالا تخرج من غير ما يشلق بيك وانا تو نحصر لهنا بحذايا باش يكمل لي الحلمه نتاعي. اما نجيبو شيك تتغص عليا معنى ماكش مصدقني. مصدق ومصدقك يا اسبوعي ونصدقك اكثر لو كان تخرج وتخليني نرجع نكمل حلمتي. زايد زايد الصعبه صعبه ونيه ما فماش. الشاهي نطيبه اليوم ياخي ما طول شاي من عشا البارحة. يا نانا السلطة شدتها توا ثلاثة أيام شربت الفريك لحد فيها الحمص والفريك والمقرونة ياخي شو مازال فيها على مغرفتين قهوة. باه نعملوا عشا ونسينا من الشربة واعمل طاجين في عود السلطة. العظام اللي عندي ما يكفيش. عليه ما يكفيش؟ ما هو كالعادة اصفر العظمة خلي للبريك واعمل الطاجين بالابيض وزيد زبالة حتى لنهار السبت كل شيء ودجاج. باه مالا نعملو المعصر هكا عنا تري في الحم علوش. ليه هذاك الكسكسي تاع الحد. مالا هيا يزيدش من شاويك. هيا هكا عندكم دوام كامل فتق فيه مواهبك. حاضر نانا مالا اليوم باش نعمل لك شهوتك. شهوتي ما عندي ماشيه يا انا. عجب نانا فيسع تنكر العشرة اللي بينك وبين الشكشوكة. يعطيك اسبوع هذي عملت عملها. ما نددو بربي جاي نسر فيك ولي تضحك عليا. مين نعرف انا يظهر لي مدامك مضمضت وكملت صمتك هاو الفايدة فنية. والله نيتي صافي انا اما الشيطان راهو هو اللي قال لي كعبة السلام يقول واكد عليا راهو كعبة المقروزة ما نحبت ولا شديت روحي ولا راني هاششتها. قول كرشك مش الشيطان. بي بركة قول لي ساعة ما زلتش ناري منقوبة خاطر خايف انا اللي يطلع ناري منقوبة وانا ما زلت صايم. واه اش مدخل هذا في هذا؟ شو اش مدخل هذا في هذا؟ ما هو كانوا مقبوب نكمل نفطر انا هو مقبوب مقبوب. اي وكما يقول المثل لا علقت صيام ولا طلقت وبالطبيعه راهو النهار هذا باش نرجعوا في الفطار. يا معناها ليه دي عامل عامله؟ زيد تبيع وتشري. ليه يا خويا يا خويا يقطع لك النهار كله هو زرت كي النمس. بلندا ربي عايش تحط الملف هذايا في البواد دارشيف نتاع النادي. اش بيك تضحك دلاندا؟ ها؟ ضحكني معاك؟ ليش يا دكتور؟ اما اسبوع يسالني على حاجه ما عرفتش نجاوبه. وش عنده ما يسال اسبوعي مسيكن ومخه باردون وكرشه فارغه. حتى شيء. حتى شيء؟ ليه دكتور؟ اما اسبوعي فطر من غير ما يقصد. حب يعرف يكمل يصوم من نهاره منقوب. اذا نيته صافيه. ومش عن قصد يكمل يصوم اما شنو النهار ومنقوب. شو زاد اي نهارك منقوب في الخدمه وعليه زاد شحمت لك انا هكا احسبني مرمضن. شنو هذا الشباب شنو التوا راقد؟ اها فوشيكا ما هوش بالنوم حتى القايله راهو باش تلقى خدمه. لا خويا سليمان هكا انا تعرف لي بخلي لهالدرجه هكا خويا سليمان ساعه انا قايم من الفجاري ومشيت نحرك وندور تي توا روعت. ابو والله نسخايلك طلعت كما سيدي خويا الصغير. بو
كي انت مالا ناقص نوم برا ارقد هاك تساوب. نرجع نمشي نرقد ليه يا راجل؟ كيف نخلي خالتي فضيله تسحقنيش في حاجه؟ خلينا نمشي نشوف نعاونها. ان شاء الله ان شاء الله سي سبوعي كيف يزيدي خالتك اكثر يا خو منك كي شويه نشاط وحيويه وحتى تشيش ارزانه. امبوسيبل. سبوعي خوك بدنه ما حدش نجم يرفع حتى جرام زين. شفت شفت هذاك بتي كوم سا افيكاس كوم سا وانت جرام زايد لا. نانا نانا تحب شي؟ واه نانا يا اخي رقدت. اش تحبني نعمل؟ قلقت وفديت من القاعده. علاش ما تمشيش تتفرج في التلفزه؟ عطا نحط لك شي نبيه هي تعدي بها الوقت. ما عيني في التلفزه. ونانا تيزي عاد دي ما هو كل عام هكا ديما في الايام الاولى نتاع رمضان لك ليه ونفسه نقصوا اما عادك بهم رجعوا. شنو نانا توحشت الحنينات؟ يلا احسب روحك في كونجي. اي قوم 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 نحط لك شين يعديوا فيها كل يوم برنامج بتاع تاتي. هكا كي يبدا عيط لي تحب نتعلم ماكلات جديده. انا هي حست الكوجينه اكلي طيب وفيها بكيلو علوش ورطل فاكهه تحب تعري لي راسي؟ جاب ربي ما عندناش كليونات والمدخول ناقص. تهنى نانا قاعده نتعلم فيهم باش كيف ينوب علي يا ربي نهار نطيبهم في داري. اي قوم قوم ماي. سالي اماني. اه ماشي. الا الله يعينك اختي فضيله. مرحبا لدوجة. السبه في الكوشينه سافنا. ابيك تعرف جادور سيدي رمضان دايوغ يضعفني يعمل لي بوسيسيون ناتوريل. انا عاد انت امي دوجة الاشهر بتاع العام الكل متوالمك. او يعيشوا بني بني. ايا فوشيكا كيف كيف قولي ايش عملت في الخدمه؟ شيء بالرغم اللي اليوم قمت بكري بالقديره درت ما ثماش حاجه اللي تساعد. ايا تحبش نكلم عليك حبيبي؟ عندي برشا دي زامي اللي عندهم دي زوتيل دي ريستورون بارتو. يا ماما يا اخي لازم تسالوا كلمهم في اقرب وقت. فوشي كمسيك نرى قريب يترشق من القلق والبتاله. ملا لدوجة ان شاء الله ليله بحذينا. كي نكتب ربي اختي فضيله. وانت شبيك قعدت؟ هيا عاد الصوم مازال ما تقشرش راه يلا. بربي امي يا امي دقيقه وني راجعه بربي. يا اخي انت قاعده في الكوجينه بطابليت المكتبه. كي ما يصيرش ماما ما عادش باش نلبسها. ملا جيت لا شونس السوار مشي تعشيو من يدي تماني. انت لي عاد مامي مازلت ما تعلمش الترتيب على قاعده. امي يا امي قاعده تعلم فيا في الباس تقشير وقص الخضره كيفاش نشعل الغاز كيفاش نحل السباله كيفاش نسكر الفريجيدير. معناتها الكرفي. هيا ميمة الكوجينة تستنى فيك. أما خير ولا تطلع ما تعرفش تفقص عظمك. هي بسم الله العظيم يطيح قلبك كما طيحت لي قلبي. عجب شبيه بيجي ما جاش زعما صباح ما يقدرش. على شو ما يقدرش؟ ما يقدرش معناتها مريض. أما بالبلدي مصباح وكليوناتو ماشيين جايين يسألوا عليه ما عويدوش يغيب صباح كامل. إن شاء الله المنع خير وكهو. استنى نطلبوا على البورتابل. ألو شكون؟ سليمان؟ لا لاباس؟ نعم؟ علاش ثم؟ شنو واش ثم يا باجي؟ تحيرنا عليك. صار باهي باهي راني جاي توا توا. زعما لاباس؟ يا ذنوبي مادام سيدي خويا خرج هكا يجي لازم باجي صارت له حاجه. زعما؟ شنو زعما؟ انا متاكد 100%. اش تعمل؟ تطلب باجي في داره. علاش تطلب فيه في داره؟ كلمه على البورتابل خير. مانيش حافظ نمرو بورتابلو.
الو ذياب قل لي بوك لباس سمعنا لي صارت له حاجه في الثنيه ذي الو الو شفت تاكدت لي صارت له حاجه مسكين باجي اش قالك ولده ما قال لي شيء ترشح بالبكاء وعلق علي ينهر عليك يا باجي يزي من البكاء يا مراه ما بيا شيء لاباس نعم تكلم سيستيمان عليه هي هو بحذايا دي هذاك ودك يهز وينفض اي عاد انا راني مش ناقصك انا خلاقي في صباتي ونكبي بالنون باهي باهي توكي نروح نكمل ونحكيه اوف الواحد مش ناقصه ويزيدوا عليه تحكي لي يا باشا مولا باش شنو حكايه سليمان وما سليمان يا واحد كلم ودي ذياب في الدار قال لي انا في الثنيه صارت لي حاجه اوه نعرف الحكايه هذه ممسطها تلقاها واحد فاضي يشغل البليد حاب يرجع ولدك هذيك هي جوه ربي يقول لي الناس يطلع في الاشاعات بنا وجه يقابلوا الحقيقه تعرف قالك الاشاعات تقتل في عباد في العام اكثر من حوادث الطرقات قريتها في جريده اي يا بابا ما قريتها شلقت بها هي اشاعات شو هذا شو الكعه هذه ما تقوليش تمخر الخدمه على خاطر مريض احتلام مش شيء اللي كيفته البارحه بعد شقال الفطر قول واحد معفس على صدري شبط بوردكا ايوا ما قولي راك عشت هالدار لا تكيفت القهوه اربع شيش واربع بكوات دخان الله 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 مي سافا با لا تيت سافا با دي تو دي تو مي سي نورمال بعد اللي شارب كيلو نيكوتين ورتال القدران ايه هذاك فهمتي بالغالب انا تكيفت شيشه مع طرح رامي اما اللي دارين بيا كل يتكيفوا في الشيشه وباخهم في وجه بخلاف عادك الدخان يا سيدي فماش واحد في القهوه مش شاد سيجار ايوه اي عيشة للصحيح قل لي صار حتى للسحور تضرب في البند في القهوه وذاك علاش جيت مخر الخدمه هاك طلعت ونزيدك زياده ما تسعرتش اذن عليا انا في القهوه اما جاب ربي مازلت كليت كاس كريمه وشربت كابوسا شو ايه ايوه مالا ذاك علاش جات فاشل تتسحر كابوسان وزيد جاي مخر الخدمه والكليونات بتاعك خرار مرار عليا في الكابيني يسلوا في عليك ايه ماني مبلي بالكارته يا سليمان ماك تعرف هيلا كمل هكا كمل ضيع خدمتك هكا هتاو تعدي العيد على كيف كيفك على قاعده ايه ما عادات سيدي رمضان ولا في النهار نبدا صايم وعلى اعصابي ما نجمش نخدم ليه علاش ما توليش تخدم بالليل وكاكا في الصباح يجي في عقلك كما انا عامل اسبوعي اما ما تنساش يا سيد باش تعلق ورقه فوق حانوتك باش الكليونات نتاعك ما يجيوش يصيبوا غشهم عندي انا في الكابيني ما نفروا في هذا المكان عزة نعم نانا بدي البرنامج واش بك طفيت التلفزه استنيت حتى قلقت ضاعت فيه مش في عديوه برنامج كل يوم مين علاش عيطت لي برا للصالة شوف تماش كليون اوه يا نانا مني قلت لك وسيد دالاندا باش كيجي حتى بعثهولنا طول الدار وانت تعمل عليها الكاتبة متاع سليمانة وكي تطلع متشمتة فينا الكليون يمشي لها طرده صلي على النبي راك صايمة راهو انا حششتي عطي ولا عالدخان عالكليونات انا عمري ما شفت واحد يحش على الفلوس راهو يعطيني ووو العبيد الكل تحش على الفلوس ومشكل في رمضان برك والله يكي ولا عقيل راو شحشي بيجي انت هوني اقلي بيس اشنو وزادة حتى وصلتك الإشاعة انا اشاعة انا شدي هوني خرج مفجوع يا اخي وليت عندك لكن اش بيك صبحت توكوك خليه يوكوك على الاقل احسن ماك السيد اللي عمل تليفون لمرتي ولدي دخل فيهم غوله وانا منين جاني النمرو دارك ودي شكون يحكي عليك انا نحكي على واحد مهبول كلم ودي ذياب قالوا لي انا جرت لي حاجه والله لو كان شدوك السيد هذاك لما نصر له بروح وسمي لك يا راجل فايد انت لاباس راهو سيدي رمضان راهو شر التسامح والقلب الصافي
تصدر ربي سامحني. ربي سامحك. وانتي ما زلت تهلوس من حكاية الصباحة؟ انا حكاية زاد. ما هو سي اسبوعي اصبح عازقو. قال شنو على نيته؟ والله والله يبيجي على نيتي والله. هو مش على حاجه راهو خايف للنهار نتاعو يطلع منقوب. لا 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 كانوا على نيته ميساج ينجم يكمل يسوق. اما رد بالك من حاجه اخرى راهي مش الماكله برك اللي تفطر راهو. ايه ايه بيجي نعم يقولوا الدخان الدواء والماء تعزلوا كل حاجه عندها دخل بالكرش. صحيح. وفما ما اكثر اكثر من ماكله عندنا مثلا الغشه التبلعيت التكركير في الخدمه الدعايات الكذب. سيدي مثبت في الاخرانيه هذيا شو مثبت؟ الكذب اخطر واحده فيهم. دعلوش عمرك ولا تحط له التابع؟ ولد البحر كسر له الثوم والكمون باش تنحي له الزفوريه نتاعو. اما اذا طيبت كستسي بالمناني كيما نعرف انا سقط فيك عباس فرجي باش تستوي له مطحنه. اما انا ميامي يزيني اللي تعلمته اليوم ما تليش تعمل شد شيء. خلي الدرس الثاني الغدوه. هاكا قشرت لك البطاطا نتاع البريك وقصيت لك المعدنوس وسلت بصل هكا في ساعه عبد يا نار على فخار البيتزا والشاورما. طيب وسكت ما تنساش اللي انا صايمه. وعليش انا فاطره مش هربي فهمني نهار اخر تعرس وتجيب اولاد بينا جهد باش تقاوم كوجيتك اذا من العشيه تتعب شكون يطيب لك عشيه؟ حميتي ربي فضلي لي. تعرف يا طفله انت ما نعرفش في شكون تفكرني. ليه؟ واميني ما شيغي كنت تبكي؟ ليه مامي مانيش نبكي كنت اقص في البصل. لا لا قولي طردوك من الكوزينه ولا امك يامك في ساعه ما قلقت منك؟ لا ما طردتنيش انا تعبت ونحب نقير. اما اسمعوني قيموني جوست بعد لزينه اتهنى دكور. انا صراحه فضيت من القاعد نمشي نعاون خالتي فضيله. والله قلت الحق تعرف شي حشم المرات كلت وحدها في الكوزينه واحنا قاعدين في الصالون سا سي با. اي حكينا جايه معاك نعاونها زيده. ربي فك عليك امي فضيله راهي ما تحبش تكون تدخل لها الكوزينه. اي مي لا شي منين تهمي بو موا دايوغ شعري مازال كي عملته بلوشينغ اليوم ونخاف لي يفسد من البداخ. امي دوجه انا شعري باهيل والباخ ثماش ما يرطب شويه. يعطيك سكيلي مينيون سي لا. ربي فك عليا من جاتو المينيون نهار كامل هو بالك اللي في الدار لا يبل لا يعل. اختي فضيله اماني خليتك وحدك؟ انا عمري ما نبدا وحدي في كوجينتي. باهي تحبش نعاونك في حاجه؟ علاش لي؟ طيق طويلي ورقات الملسوقه. يا خالتي فضيله مانيش اماني انا ران انا كوجيني بوراق شنو هي ملسوق؟ قلتها بفمك بوراقك نحبك تطويهم لي مستويين لا يزيدوا شعره ولا ينقصوا شعر. يا خالتي فضيله هذيك ربي الدبلوم ما خديتوش هكاك مزيه راني عديت امتحانات وصنفت ماكلات ونزيدك اكثر من هذا الكل انا ناجح من العشره الاولانيين. من العشره الاولانيين؟ ايه. مالا انت نابغه نتاع كوجين يلزمني نكلفك بحاجه اصعب من هكا برشا. تطيب زيد نقيلي شويه معدنوس للكفتاج. دادو دادو مش نسالك ما تقوليش عاود فطرت على نيتك المره هذه حتى الملايكه ما تصدقكش. مول باجي طلع لاباس عليه وما صار له شيء في بالي ماني بكري انا كي توجعنا ليه احنا الكل كلم دارهم وتحط على ولده يا اخي باش تعاود تحكي لي الحكايه انت ماني في علمي. ماني باش نفهمك على خاطر سيدي خويا قال لي الكذب يفطر تو انا نسمى فاطر. انت كي سالت على الباشي ماشي في بالك اللي صارت له حاجه دونك ما تتسميش كذبت على ولده. يا باهي هنيتني وانا من قبيله قلبي وبخ فيا. تقصد اميرك؟ لا 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 ضميري انا وياه بالقدر ما نحكيوش مع بعضنا. دادو دادو باش نسالك حاجه اخرى هذيا
في ساعة خاطر قريب نروح. ما كملتلكش الحكاية أنا. ما ولده قال لأمه اللي بوه صارت له حاجة في الثنية. يا أخي طلبته ولا عاد سيد بالي تخشش. يا أخي كيف أنت قتلوا اللي أنت غلطتوا كلمت دارهم؟ تهنيوا الناس الكل. ما تقوليش ما قتلوش. قتلو معنيها ما قتلوش. ما نجمش نقول له خفت يابس عليا وسيدي خويا انت ما كذبت عليه. انت مش كذبت عليه برا، انت دخلت فيه وفي عائلته هولة. شنو مسبب خاطر ما تنساش اللي كذبت عليه على نيتي راهو. حقك كما نعرفش كنت تحب اسال خوك. نعم نسال خويا علاش ساعد راسيني كيما كبيره تخليني ضحكه. ها اش عامل فيكم السيد؟ انا سافا اما اسبوعي سافا با بالكل بالكل. ايش بيه زاده؟ اسمع خرج اشاعة في البيجي دخل فيه في عائلته غولة وزاد كذب عليه من فوق. يا فضيحتك. اسمع عندي ما تقوليش بلي دخل سيد رمضان وليت كيف لي شريره شويه. قولي زاد رمضانك وتشعل النار. امان وشكون اللي بيسبح ويمرش في صاحبه؟ زعما فاطر زعما صايم دلندا. هو اذا كان كذب على الراجل يظهر لي تسمى فاطر والله اعلم. سن 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 مش الواحد كي يكذب على واحد اخر معناتها ما يقولوش الحقيقه صحيح ولا لا؟ صحيح. معناتها انا مش فاطر خاطر ما قلت شيء. اما انت خبيت الحقيقه على البيجي وهذا نوع جديد من الكذب. قلتلكش وليت شريره انت. بيه بيه المشكله مش كلتك دبر راسك بينك وبين اللي خلقك. دلندا قوم معاش علينا بكري. وين ماشيين؟ نعملوا دوره في الاسواق. وانا ماشي نشري الخبز. بيه خليته نجيب لك معايا الخبز من كوشه قبل شغل الفتره. عليه ما صدقت ربي وخرجت من حسره الكوجينه. يقلك نشد الصف في الكوشه نتفرق. هاي رد بالكم على رواحكم. ها بيه على خير. عم البيجي على خير. حتى ضحك تبعني. عم البيجي يا اخي بالحق فما واحد طلع فيك اشاعه خايبه. شفت ماو العباد اللي ما تسواش يدقهم ربي خلاو مرتي ودي يتبكاو. الواحد حتى في رمضان ما سلمش منهم. والله يا عم البيجي انا ماذا بيا نعرف منين خرجت هالاشاعه. هذاك تلقاه واحد فاضي شغل يتبولد يعطيه بلاده ان شاء الله. تعرف عم البيجي هاللي خرج فيك الاشاعه هذايا هالعبد اللي ما يحشمش على روحه ينجم يكون من اقرب الناس ليك وعملها بالعاني. زعمة؟ اي اي بالمجد مدامه يعرف تليفون داري. اي وتلقاه زيدا بعد ما دخل غولة في مرتك وولدك خاف لا يقول لك. لو كان جاي شجاع راهو جاي طول واستعرف لك. يخافوا هالاشكال والفصايل هذيما هما يعرفوا الخوف. عامل بيجي زعما اللي يعملوا هكا يتسميوا فاطرينا. نهار اخر باش يتشنقوا من شوافر عينيهم ويتشواوا كيما السلاطه المشويه الموزوزه. حقا ما يلزمنيش ننسى الكبار لصلاه المشويه. محي نحب الكبار في صلاه المشويه. اي عزه ماش عليها بكري. اي عم البيجي شهية طيبه انتوا بلفل. اسبوعي ما لاباس. يا باجي شو سمعني باجي تعرفني قديش نحبك يا باجي. ماشي 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 باهي سيبني برك نعرفك في تيمي. نعرفك تحبني وش بيك شنو كله منك؟ باجي ماني انا كلمت ولدك ذياب وصلت عليك يا اخي ما فهمتنيش بالغدا يا اخي. امان هو انت هو انت صاحب العمله؟ صحيت يا سي شباب يعطيك الصحه يا سي اسبوعي هذه عمله تعملها. سامحني يا باجي والله لا قصدت مانيش بالعاني يا باجي ما تعرف في ساعات نبدا بصدك ساعات يا خويا توزعت برشا. صافا سي ما صار شيء ما صار انا شو باجي سامحتني والله قاعد لقد غادي سامحتك يا سيدي الدنيا واخر. يا باجي لبناتنا الحكايه ساعدتني برشا. اي باهي المراه تتفجع عليا باش تعرف قيمتي. ها باش ما تبرش نيس كي تجي خارج تسهر في الليل. انا بصراحه والله غاضبني في الحكايه كل ولدك ذيب مسكين تفجع عليك راهو. لا لا حتى هو باهيته يسمو خضات كيف هذيا فماش قلبه ما يكسيع في الكوره. راهو 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 قال لي ايش بيه ولدك ولا حلاوسه؟ انت حاطط جول ولا يتربل فيه؟
يا ربي قل لي باش معناتها ما صارش هي نتسمى صايم لا هذاك عند ربي وما بيناتنا مادام عقد النية هذاك المفيد باجي ما انا باش تولي تحل في الليلة نمشي نتفرج بعدك في المسلسلات شنو يا سيد انا جاي نخدم على روحي مش جاي نتفرج في المسلسلات اي طب وتشبد من قدامي خليني ننسى العمل اللي عملته هيا زينب هيقوم عاد الاخر نحضروا الطاولة امي فضيلة نحطوا الطاولة كيفاش قتلي؟ قتلك نحضروا الطاولة لامي ما خلي عليك بالك شي تكسر ظفرك ولا تهلك حجيمتك لامي سالش والله ما سال ارتاح ارتاح الفضيلة تقوى هكا ترفعنا الطاولة حتى كان ما رفعتناش هتقول تعش انا اسبوعي في استديو كيفاش يجي منه رمضان متسمي علمنا حتى ونزيد نحلو الطاولة بالكداب قدرة ربي ترفعنا هو السلام عليكم السلام ورحمة الله اشنية هالروايح البنينة يا امي الله مصلي على النبي عاد الله خير خويا سليمان راه عندك زوز معلمية بالكوجينة ايوا وكذلك وكذلك خالتي فضيلة نطفي على الشربة اطفي عليها ما تمسيش لك ها استنى استنى تعرف امي تعديت للسوق ونتيح لك بشوية نشو شنو نشو شنو نشو توا يا وليدي زينب عايش كما قدها انت شوف حطها في صحين واعمل عليها مشيه وجاية زيت زيتونة ونصيف رنديلة ليمون وذر عليها شوية كبار هذه هاي ولت نشوى اخدكو مش لازم نعملك بسيسة بثلج الجميل عليها بالعكس يا امي ما ينشوها مالحة والبسيسة ضربة ضربة للعطش اي زينب اي عاد شمر على ذرعانك كيفاش قتلي تحبها؟ تي ما عملها كما مستانسة تعملها أمي مش تغلبك يا أخي ليه ما تغلبنيش؟ أما أنا باش نحط الطاولة أمي فضيلة يعيشك تعملوا شهوتو؟ نعمل شهوت ولدي ملا شكون غيري يعملوا شهوتو هيك حبيب هي أنا معك أنا معك أسمع الليلة ما استنونيش في القهوة تياك تبرو كرع رابع وكهو لا 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 والله لا هي المرأة والله والله تي خدمتي هملت والكلينات ولات هاربة يا اللي غالي مش تحب تعمل انا ماشي نكون نجيب الخبز اي 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 عادي خميط عاد اسمعني يا حبيب اسمعني تي اسمعني خلينا نحكي معاك اش قوكم لو كنتم تجوا بحذايا هكاك حاجة وحويج ما ندخل للجماعة هاي ما نستناكم في الليل هاي شاهية طيبة سيدي بني ياسر الطابور مين خليتها بني اسبوعي ايش تعمل وانا يا بيجي قل يا بيجي زعمك ينفطر مرتين على ديتي فرقنا بزيت تسمى صايمة تحب اقولك اسبوعي الحكاية متاعك هذه اول مرة تصير من المسلمين بدأوا يصوموا